معناته أولاد الطرف. سئلت قبل كم يوم ليش أولاد الطرف؟ شوفوا شوفوا منو قاعد هنا، مو كلنا أولاد الطرف. أنا أولهم. اهلا بكم. اهلا بكم في امسيه جديده من سلسله اولاد الطرف. اول شيء اشكركم لكم شخص شخص على حضوركم وعلى تشجيعنا. الحقيقه انهم هي لقاءات وليست ندوات او محاضرات. شكراً أولاً لمؤسسة الحوار الإنساني لاستضافتنا، بالأخص على الترحيب الدائم الذي نلقاه من الدكتور غانم جواد وكل من يعمل في المؤسسة، والأبو كرار على كل المساعدة. ضيفنا اليوم هو شخصية معروفة وربما ماكو داعي حتى أعرفها بس لازم أحكي. البروفيسور سامي زبيدة من مواليد بغداد، أكمل دراسته في مدارس فرنجعيني وإعدادية شماش، وواصل دراسته الجامعية في بريطانيا عام 1954، وكانت زيارته الأخيرة للعراق في يناير 1963. البروفيسور سامي زبيدة أستاذ فخري في علم الاجتماع والسياسة في بيربيك في جامعة لندن، وزميل كلية بيربيك، باحث مشارك في معهد لندن للشرق الأوسط، وباحث جامعي مشارك في مركز دراسات الأغذية ومعهد الدراسات الشرقية والآسيوية. شغل مناصب عديدة كمحاضر زائر في القاهرة وإسطنبول وبيروت وإكسون بوفانس باريس ركلي كاليفورنيا وجامعة نيويورك، وكتب وحاضر على نطاق واسع حول مواضيع الدين والثقافة والقانون والسياسة في الشرق الأوسط، مع اهتمام خاص لمصر، إيران والعراق وتركيا. له أعمال عدة في تاريخ الغذاء والثقافة، منها A Taste of Time اللي عندنا نسخة واحدة من عنده، مذاق الزعتر، ثقافات الطهي في الشرق الأوسط، وكذلك كتاب آخر Islam, The People and the State: Political Idea and Movement in the Middle East. أعتقد الترجمة هي الإسلام الشعب والدولة الأفكار والحركات السياسية في الشرق الأوسط، طبع للمرة الثالثة في 2009. كتاب آخر Law and Power in the Islamic World، وكذلك Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East. ترجمت كتب سامي أو بروفيسور سامي إلى عدة لغات، منها العربية والتركية والعربية والإيطالية والدنماركية. وهسه كافي حكي مني وأحولكم إلى بروفيسور سامي. شكرا يا نيران ومساء الخير جميعا، شكرا على الحضور. راح أتكلم أكثريا بالعربي، بس يجوز يعني انتكس الانجليزي مرات، يعني ما متعود الخطاب بالعربية. هذه ورقة كتبتها قبل عدة سنوات اللي كانت عن بالانجليزي Entertainers in Baghdad 1900 to 1950، اللي سويتها لمؤتمر عن الفئات الهامشية في المجتمع الشرق الأوسطي، واعتمدت بها عدة مصادر. طبعا من أهم المصادر هو كتاب أستاذنا حسكير فوجمان اللي هو هنا، الموسيقى العراقية الفنية، الموسيقى الفنية المعاصرة في العراق، وأيضا مذكرات من ضمنها أمين المميز بغداد كما عرفتها، وعباس البغدادي بغداد في العشرينات، وأيضا كتب تاريخ ومنها علي الوردي لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث. وطرق طبعا إلى تاريخ، بس المهم أنه ليش في أول أو أول نصف القرن العشرين، وهو أنه هاي الفترة اللي
ترسست فيها الحداثة الاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق. اللي موجة الحداثة اللي ابتدأت مع الإصلاحات العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر واللي بلغت العراق وبغداد بطيئا. وكان أهم شيء في القرن العشرين هو الثورة الدستورية للمعروفين باليونج تيرك، جمعية الاتحاد والترقي، واللي ثبتت الكونستيتيوشن المؤتمر في العثماني، واللي أدت إلى إصلاحات وإلى امتداد الدولة ووظائف الدولة. وطبعا هذه كبرت بعد أكثر بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الانتداب البريطاني وإنشاء الدولة الحديثة. فالحداثة صارت يعني مع الدولة الحديثة، مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية اللي صارت في ذلك الوقت واستمرت. وطبعا برزت فئات وطبقات جديدة في المجتمع العراقي، في المجتمعات بصورة عامة، وهي الفئات الطبقة المتوسطة المثقفة اللي هم في وظائف الدولة وفي الثقافة وفي المهن الحرة وإلى ذلك. ومنها طبعا نشأت بينهم ما يسمى بالإنجليزية public sphere، يعني المجال العام اللي صار هو المجال الثقافة والصحافة والأدب. وبرزت بينهم طبعا خاصة في الثقافة العراقية برزت بينهم الشعر والشعراء، والشعراء يعني كانوا من الستارز النجوم هذا المجال العام، وهم اللي مارسوا وأثروا كثير في الرأي والسياسة والثقافة وأيضا في الحياة الاجتماعية، ومن ضمنها الطرب وأهل الطرب. وتطور الطرب في هذا الموضوع أنه كان من قبل ذلك مقسم بين الطرب المحترم اللي كان قراء المقام مثلا والإنشاد، وكان في المجالس الخاصة وفي المناسبات الدينية، المواليد والمناسبات الصوفية، حفلات الذكر، يعني اللي برزوا مثلا من أول اللي برزوا في الطرب العراقي مثل الموصلي، عثمان الموصلي اللي هو كان صوفي مشهور، وكان يعني شهرته كانت في الحفلات الصوفية والذكر. وأيضا طبعا قراء المقام كانوا أيضا يقرؤون القرآن والأناشيد الدينية. طبعا كانوا نساء أيضا، يعني الملاية والملايات، وأيضا في مناسبات المواليد والعزاء والشيء للنساء، ولكن الاثنين لم يختلطون، يعني المحترمين كانوا النساء على صفحة والرجال على صفحة أخرى، ما كانوا والغير محترمة والمشبوهة كانت الحفلات الخاصة والحفلات في المقاهي اللي فيها غناء، فيها مقام بس فيها أيضا عزف على الآلات، وفيها أنواع الأغاني الغرامية. وطبعا هذا الميليو مال هذا الطرب كان مختلط مع فعاليات مشبوهة مثل تعاطي الخمر والعلاقات الجنسية وحب الأولاد. حب الأولاد كان مهم كثير، يجوز لا زال في مجتمعات الشرق الأوسطية وغيرها. فالشيء اللي صار من بنت الحداثة والمجال العام اللي صار أنه من ضمنها كان يعني مصطلح جديد وهو الفن والفن الموسيقي. والفن يعني صار شيء محترم وخاصة تتعلق بالدولة
وصار هناك دراسات الفن ومعهد الفنون الجميلة اللي ضمن من الفنون الموسيقية، وأيضا صارت التسجيلات والإذاعة واللي صارت مهمة، يعني صار مجال جديد اللي الناس اللي كانوا في الفن الغير محترم أبرزهم صاروا محترمين في هذا المجال الجديد، مجال الفن. من ضمنهم مثلا مثل سليمة مراد اللي اشتهرت، وراح اجيب يعني بعض الامثله عن حياتها وشيء منهم بها. والشيء الثاني اللي صار مع هذه الحداثه هو ما نسميه بالانجليزيه secularization، يعني العلمنه، واللي هي يعني الدين طبعا بقى مهم ومتسلط، ولكن سلطة الدين خفت وصار معارضة لسلطة الدين. ومن أهم المعارضين على رجال الدين كانوا الشعراء، يعني مثلا الشعراء اللي نعتبرهم من منشئين الشعر في العراق مثل معروف الرصافي وزهاوي صدقي زهاوي، وبعدهم مهدي الجواهري، يعني كل هذولا كانوا من يعني انتقاد من ناقدين الدين، ويحبذون تحرير المرأة وكتبوا عن تحرير المرأة، وفي نفس الوقت يعني they got into trouble مع رجال الدين ومع رجال السياسة والسلطة. لذلك والزهاوي خاصة كان يعني يعتبر نفسه عالم، يعني من العلم الجديد، وكتب اشياء هوايه عن الفضاء وعن الحركه وعن الايفوليوشن التطور، وكان طبعا معجب هواي، كلهم كانوا معجبين بداروين ونظريات داروين. وزهاوي كتب مقالات عن داروين في الجرايد، ويعني ناس المحافظين يعني اعترضوا عليه، ويقال هو يحكي انه مره كان هو قاعد في مقهى اللي يعرف باسمه مقهى الزهاوي، وجاء عليه رجل غاضب قال له انت اللي تقول انه جدي قرد؟ قال له لا والله ما جدك جدي. فايضا يعني مهدي الجواهري يعني هو طبعا من ميليو ديني من النجف، من عائلة مهمة بعلماء مال النجف، وفي نفس الوقت كان يعترض هواية عن السلطات الدينية، ومثلا من صار مدرسة للبنات في النجف والرجال الدين اعترضوا عليها وحاولوا انه يوقفوها، فهو كتب قصيدة يهجيهم، وواحد الأبيات بالقصيدة كان ومنهم لصوص ومنهم لواط ومنهم زنات. فهذا يعني he really got into trouble. لا يعني الناس اعترضوا عليه وحاولوا يحاكموه وشيء. فبصورة عامة إذا هذه العولمة السيكولاريزيشن يعني طبعا ما كانت يعني سموث جوينج، ردت هنا وهناك، وكان بس صارت يعني معركة اللي صارت في المجال العام. فنرجع على قضية الفن والمغنيات والراقصات وغيرهم اللي كانوا مشبوهين وبقوا مشبوهين، ولكن صاروا أيضا في نفس الوقت محترمين في مجال الفن. فمثلا سليمة مراد اللي يعني أول حياتها كانت والدتها أختها الكبيرة رجينا، ونقرأ من المميز.
البغدادي يقول: أما المغنية سليمة مراد وهي إيرانية الأصل واسم أبيها مردخاي وليس مراد، فلم تمتهن الغناء إلا في أواخر العشرينات، وكانت قبل هذا هي وأخواتها روزا ومسعودة تحت رعاية أختهن الكبيرة رجينة المشهورة والمعروفة في بغداد، واللي كانت ملجأ إلى بعض الذين يحتاجون إلى مال أو جاه. وحين اكتشفت رجينة قابليات أختها وحنجرتها الصافية، بدأت تسقل مواهبها الغنائية، فتتلمذت على القاعة يد القارئ رشيد القندرشي وسلطانة يوسف وجليلة أم سامي، وأخذت عنهم الشيء الكثير، وتفوقت عليهم وظيفة لاسمها لقب باشا، دلالا لأنها كانت حسنة المعاشرة والتصرف. أما أختها رجينة فقد قتلت في بيتها بالكرادة من قبل شخص مجهول بعد أن خلفت بنتا اسمها نجية إلى آخره. ولكن قضية اسم سليمة مراد يعني controversial، فمثلا حسقيل وجمان يقول أنه عائلتها كانت تسمى باشا، ولذلك سميت سليمة باشا. لا، هي الحقيقة اسم العائلة هو باشا، هو اللي أبوها مراد باشا. نعم، وأختها رجينة باشا. بالثلاثينات بدأوا يسمون نور السعيد باشا، فراح الباشا وسافر الباشا، فهو اضطر سليمة مراد حتى تبدل اسمها إلى سليمة مراد وتلغي اسم باشا. هذا يعني الشيء اللي افتهمته من حسقيل، وبعدين قريت هذه بعض غير الاشياء اللي يقولوها. وهذه رجينا كانت يعني سمسرة، يعني كان عندها بيت دعارة وتشتغل هذه. واحد المميز يقول ان الدور القصور التي شيدت على شاطئ المجيدية الأميري كانت من أفخم ما شيد على دجبة العظمى، وكان أفخمها قصر رجينة مراد الذي لم يشيد نظير له في العروازية والصرافية منذ عهد البويهي والسلجوقي، وقد شيد بالمال الحرام، ولم تهنأ صاحبة القصر بالسكنة بقصرها، ففي ليلة من الليالي الملاح وتحت تأثير الخمر استيقظ ضمير زوجها الثاني المهندس عبد الكريم، وقبل انتقالهما إلى القصر الجديد وانتقم لكرامته البغدادية فأطلق عليها وعلى نفسه وسقطا مدرجين بدمائهما. وقد قال الملا عبود الكرخي عن تلك الحادثة يومئذ: بالدينار من جيبي طفر، صبحت رجينة مضروبة الطبر. وكثير طبعا عبد الكرخي كان إلى هواية معروفة. زين، فبعدين نجي على محلات اللي تطورت، محلات عامة للطرب، يعني الميليو فينيوز للطرب. وكان أول منطقة اللي كانت فيها اشتهرت بالطرب هي منطقة الميدان. منطقة الميدان يقول علي الوردي أنه كانت من زمن الدستور العثماني هي اللي صارت بها حدائق وشدروان وأشياء، والناس يطلعون هناك للنزهة، وكان فيها مقاهي كثيرة، وهذه المقاهي اللي كانت أول المحلات للطرب العام، ومن ضمنها. وطبعا في نفس الوقت الميدان ايضا صارت بيئة الكلاتشيه، ما ادري اي وقت الكلاتشيه، يجوز احد من الحضور يعرف عن تاريخ الكلاتشيه، بس طبعا هذه ايضا صارت يعني لها علاقه بالطرب وبالبغاء في نفس الوقت. ف اول من المقاهي اللي اشتهرت هناك قهوه السبع، اللي هو كان عنده اول كان عنده من اولا قراء المقام والشاغلي والشيخ، وبعدين جاب رقص، الرقص ما كان موجود، جاب رقص،
واول راقص اللي كان عنده كان ولد اسمه سنه 1907 يقول علي الوردي، ولد اسمه نعيم اللي جاء من حلب وكان جميل كثير ويلبس ملابس نسائيه ويرقص والناس حبوه وايد يعني الرجال طبعا ابوه ورادوا يسوون حلقات معاه وشيء. وواحد منهم اللي غضب عليه او كان غار عليه ليله من الليالي كان سكران وطلع مسدس ورماه وقتله. فصار يعني الناس حزنوا عليه كثير، والمعروف الرصافي اللي هو كان يحب الولد يعني اكسكلوسيفلي يحب الولد كتب عليه قصيدتين، يعني واحده من القصائد كان وجه نعيم والقصيده الثانيه كان اليتيم المخدوع. وبعدين اجوا نساء راقصات اولا ايضا من حلب، يعني واحده منهم اسمها رحلو اللي هي ايضا حلبيه، ما ادري وين شفت انه رحلو كانت اخت هذا نعيم. بس ناس يحبوها هوايه، ويقال يعني محل المذكرات يقول ناس باعوا بيوتهم على مود يكون عندهم نقود كافيه للعلاقه مع رحله. بس هذه كانت يعني شيء كليشه، لانه اتذكر اني يعني انا كنت في بغداد كولد يعني بالاربعينات والاوائل الخمسينات، اتذكر رحت كان حفله موسيقيه لفرقه مصريه كانت تسوي المسرح وكان راقصه بيلي دانسر يعني راقصه شرقيه هناك، والرجال هناك تخبلوا يعني منهم سكران وكل واحد منهم يقوم يصيح ولد باكر بيتي بالطابو باكر بيتي بالطابو. فهذه كانت يعني كليشه اكيد الناس فقهوة سبع بعدين صارت قهاوي هواية طبعا. قهوة عزاوي اللي اشتهرت بالأغنية المشهورة يا قهوتك عزاوي فيها المدلل زعلان، ما أدري منو كان المدلل. وكان بعدين أوتيل الهلال كان مهم، وملاهي أخرى اللي صارت اللي بيها سلطانة يوسف ورحلو وسليمة وبعد هواية. وانا اتذكر ايضا رايح لي ملهى في زماني كان بيتنا في الأورفلية كان مقابل بيت الكويتي بيت صالح وداود الكويتي، وكان عندنا يعني صلاقة خاصة بين النسوان، وكان عندهم ملهى ملهى الجواهري اللي كان قريب يعني كان على شارع ابي نواس، و كان يسوون بدأوا يسوون ماتيني، ما أدري كان يوم السبت أو غير يوم ماتيني بعد الظهر، يعني ولد مثلنا ممكن يروحون للماتيني ويعني كان انترتينمنت بصورة عامة. وأذكر أنه كان الراقصات والمغنيات يم العباية حلوة عباية عباتي تعلمت هذه الأغنية، وكان أيضا فصل هزلي اللي يسموه اخباري اللي ايضا يكتبون عليه عباس البغدادي وشيء، وكان هذا الهزلي واحد يسمي نفسه جعفر اغا لقلق زاده وكان يعني يظهر هو صور من النجف يظهر انه ايراني هزلي ويلبس يعني ملابس كانه ايراني قديم يعني قابوع وشيء وجنبه سيف طويل ويمشي يتعثر بالسيف. وقريت عنه انه هذا كان شخصيه معروفه وكان شراكه ويا واحد يهودي اسمه خضوري ابو البلطوات. ليش ابو البلطوات؟ ما ادري، كان يلبس بلطوات ويتاجر بالبلطوات. على كل حال فكانوا يعني شخصيات اللي فكاهيه في الشوارع وايضا في البرفورمانس اللي صار. طبعا غير الملاهي كانت الحفلات الخصوصيه في البيوت.
هواي من نفس الناس، من نفس الفنانين اللي كانوا بالبلاي ايضا يجون بالبيوت وفي حفلات في الافراح وفي الاعراس والشيء، وخاصة عند اليهود. وحسين خجمان كتب عن وصف لهذه الحفلات انه typically يقعدون الجوق الطاغي في الحوش، من كانت الحوش البيوت الطراز القديم يقعدون بنص الحوش والمقامتشي وجنب البستتشي وحولهم كمان والصنطور والدنبك والدف والمدعوين الرجال يقعدون حولهم والنساء والأطفال فوق بالطابق الأول يتفرجون ويبدون أولا تقاسيم وسماعي وبشرف وشي، وبعدين المقام يبدي في يعني في أوردر خاص، وبعد كل مقام باستا والمدعوين يشتركون بالباستا من تجي، وبعدين اكو فترة اللي يجي بيها الطعام. طبعا طول الوقت الناس قاعدين قدامهم عرق ومزة وشربون، وبعدين الاكل يجي، والاكل طبعا يعني كانوا اتذكر طباخين محترفين اللي يعني كيترز اللي هذه. وبعد ذلك يصير فترة اللي يسموها القص اللي فيها الفنانين يمدحون، يصيرون مداحين يمدحون الشخصيات المعروفة اللي بين الحاضرين، والشخصيات المعروفة تعطيهم إكراميات. وبعد ذلك يستمرون إلى حوالي نص الليل، ذاك الوقت النساء والأطفال يروحون والرجال يبقون هناك إلى الفجر يشربون ويغنون والشيء. وفي أول الصباح أبو البيت يبعث على لبن من البياعات اللبن الموجود هناك ويشربون اللبن، وبعد ذلك يروحون للشغل. زين، فبس هذه ما بس اليهود كانوا يسووها، يعني أمين المميز يكتب عن حفلة اللي سووها بطهورة، هو كان عمره 8 سنوات في 1916، وكانوا ساكنين بالدنقتشية وهي تصور قرب سوق الصفافير، وكانت يعني ذاك الوقت منطقة سكنية راقية. ويحكي يوصف الشيء اللي صار في حفلة ليلة الطهور قبل الطهور. شو صار؟ وفي ليلة الطهور أقمنا حفلة كبرى تشالغي، تولى تنظيمها عبد القادر المميز، وكان يومئذ في شرخ شبابه ملما بكل ما يتطلبه تشالغي من مأكولات ومشروبات ومزات وراقصات وتشالغتشية وغير ذلك. وكان سكان الدنكجية وكثير من سكن بغداد يذكرون تلك الحفلة بعد سنين طويلة من إقامتها. بدأت الحفلة بعد العشاء بالعزف والرقص، وأديرة ابطالت حليب السباع على الضيوف بدون حساب فشربوا حتى الثمالة. الآن تسرب الخبر إلى الخارج وصوت الدنبت يرجع حتى أخذ الضيوف الغير معزومين يتقاطرون على البيت من كل حدب وصوب، ومنهم
دورية الجندرمة بأسلحتهم والجلخشية والأقشمشية والصباحشية في غير الأوقات المقررة لهم، السكارى الذين أكملوا سهرتهم في الميخانات والتياتروات والقهاوي، والشلاتية على اختلاف طبقاتهم وتباعد محلاتهم من الدنكشية، وما أن ضربت الخمرة في رؤوس الجميع حتى بدا العراق وضرب السكاكين وإطلاق الرصاص، ولم يبقى من يحافظ على الأمن لأن الدورية أنفسهم مجصولين في البيت وفي الدرمون. فكانت قضية يعني العنف اللي يصير مع هذه خاصة بعد السكر والشي يعني كان مشكلة بصورة عامة يعني. وأيضا يحكي البغدادي عباس البغدادي يقول في احد الملاهي على جدار المسرح لوحة كبيرة كتب عليها طلب الباستات ممنوع، ذلك لحصول المعارك وسقوط بعض القتلى والجرحى في التنافس على طلب الباستات، ومن يتأخر طلبه ويتقدم طلب الآخر فذلك يعتبر إهانة له لا يغسلها إلا الدم. يعني قضية العراق والآي كانت شيء مشكلة مهمة في رميع. طيب وين وصلنا؟ أو بعدين المميز يحكي بعدين عن حفلة زواجه اللي صارت في 1940. هو صار دبلوماسي ومتنفذ وكان ملحق في لندن وفي مختلف السفارات، وتزوج سنة 1940، وحفلة زواجه ذاك الوقت انتقلوا دنقتشية صارت سلام وأسواق وانتقلوا للصالحية، وهناك ما كان هالمشكلة اللي كانت عندهم مع الجندرمة والدوريات والشيء. فالطرب والموسيقى هناك كانت يعني much more civilized. تشارلي بدأ ومقام والشيء، وبعدين اجت حفيفة اسكندر من الملهى اللي كانت تستوبيه ملهى الجواهري، ومعاها صالح الكويتي والجو كله، واحيوا حفله غناء وشيء، وعفيفه كانت يعني فيري بوبيلار يعني، وتومز وتنكت وشيء ويا كل الناس، وبقوا بس الى الصبح. بس بعد ما حنت الدنيا كانت صيف نزلوا للسردام وبقوا الى وقت الغداء، طلعوا بعد الغداء. زين نرجع لقضية الفن والآرت. الإذاعة بدأت بالثلاثينات، بس قبل ذلك أتصور كان مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، وكان يعني ديليجيشن عراقية لازم تروح. 32 وكان الفرقة التشاوي كانوا كلهم يهود، والمغني كان كومبانجي محمد كومبانجي. فنوري السعيد راد يعني يروي وجه في القاهرة، هذول كلهم موسيقارين اليهود يلبسون زبون وفينا وما أدري إيش، وراد يقدمهم كأنه ها صايا وزبون. فجاب احد بهم واحد افندي منهم يسمى عزوري، وطلب منه نوري السعيد انه يجهزهم بملابس افندي اوروبيه، بدلات وشفطات وما ادري ايش، او يجوز كان باين بار وشيء سداير. طبعا سداير يعني هذه الناشونال العلم الوطني العراقي كانت سداير في ذلك الوقت. ف راحوا وسووا يعني في تسجيلات
هذا المؤتمر كان وعزوري كان طالع بيتونس من الفندق اللي هم نازلين فيه وجاء صحفي هاي قصة اللي قصة يجوز سمعتوها من قبل صحفي مصري اجى يعني يسوي مقابلة مع الموسيقارين العراقيين واجى عزوري ما موجود في يعني هذا public relations ما تصير فبدأ يحكي هذول نبؤونا قالوا عن حالة الفن الموسيقي في العراق وهذا يوسف بدا قال له ايش فن القبور؟ ايش فن القبور؟ ليه ندق بالعراسة والأوادم يشربون ويسكرون ويتقتلون والخنيجة القط الطاير ونحن نختم بالأدبات هذه يعني هذه سلمان شكر اللي يقول قال أنا القبنتي قال القصة هذه أي ف تعقيب قليل ها سأل أيضا قال شو بتعرف عربي بتكتب عربي أنا بفتح شيء مصري قال بتعرف عربي زين بعد نجي آخر شيء أطول على الشعراء لا قبل ما أروح على الشعراء بعد يعني بعض الناس الهامشيين اللي كانوا في جهة الطرب يعني منهم تعرفون طبعا عن بين اليهود الدقاقات اللي هم كانوا نسوان عادة أم وبناتها أو خواتها ويجون للأعراس ويقعدون ألقاح ويدقون نطارة ويغنون طبعا أحد أغانيهم اللي اشتهرت بعدين كانت أغنية عفاكي 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 على الفندل عملتين واللي طنت بها أم العروس على أنه شلون أخذت اي فهذه هاي الاغنيه طبعا اشتهرت وبعدين قاموا المقامشي يغنوها مثل تسارة كستا يعني يوسف عمر وغيره يقولوا انه صارت يعني من التراث العراقي وغير ايضا في بيوت اليهود كانوا ناشدين الشباحوث التراتيل المفروض بها تراتيل دينيه كانوا يجون بالافراح وبعد الزواج يعني في الايام احتفالات بالزواج وغيرها وكانوا رجال ويغنون بالعبري وايضا بالعربي وعندهم اغاني من غير الدينيه عندهم اغاني هزليه اللي يصنفون فيها على الناس وخاصه يعني للمتزوجين والمتزوجين وغيرهم كان ايضا الدقاقات لا مش دقاقات العدادات اللي كانوا في العزاء يجون ملثمات نسوان ملثمات ويشتركون بالعزاء يطمون و they lead the mourners يعني هم يدون يسموها عدادات يعني يعدون ثناء على المتوفي وكان طبعا من اهم انترتينرز كان الشعار والشعار هو يعني رجل مستأنس يلبس حلا وميك اب ويطول شعره ويلبس يعني اوصاف اللي يهمنا انه يلبس دشداشه بس يخلي ايضا حلا وكان ايضا يجي بالافراح وبالهذي وايضا في الشوارع يسوي يعني كانه باسكينج رايت نجي اخيرا عن الشعراء وكانوا مثل ما حكيت انه الشعراء كانوا منضمين في هذا
المجال الفن والفن المناحي ومع النساء ومع الأولاد اللي كانوا فيها. طبعا أشهرهم بذلك كان عبود الخرخي اللي إلى يعني عدة قصائد وبيوت عن المغنيات والمغنيين وعن البغاء والكلاتشية. وطبعا من أشهر قصائد اللي تغنى هي مات اللامباتشي داود معلومة. وطبعا أكثر يعني كانت خليعة وبديعة مكشوف زي يقولون. بس أيضا الناس يعني الشعراء المحترمين مثل معروف الرصافي ومهدي الجواهري كانوا أيضا منضمين في هذا العقل والعم بالشراب والشرب الخمر والغناء والحفلات وغيرها. والجواهري إلى قصيدة جميلة في وصف نظمت عام 1932 والشاعر ولفيف من إخوانه يضمهم مرقص قهوة عزاوي أشهر مراقص بغداد آنذاك وكان يقع في سوق الهرج. وبديعة هي بديعة عطش الراقصة الحلبية وهذه اللي يوصف بيها كأنه يسوي التابلو بالشعر عن البيلي دانسر. هزي بنصفك واتركي نصفا لا تحذري لقوامك القصفة فبحسب قدك أن تسنده هذه القلوب وإن شكت ضعفا. ترضين مقتربا ومبتعدا وتخادعين الصف فالصف أبديعة ولا أنت مقبلة تستجمعين اللطف والظرف ولا أنت إن أدبرت مبدية للعين أحسن ما ترى خلفا. هزي لهم ردفا إذا رغبوا ودعي لنا ما جاور الردفا. بهذا سأختم كلامي وطبعا نحكي بها بعد. فأنتظر منكم أكيد ناس كثيرين. لا ما أريد يعني بعدين يجوز استمر بغير أشياء. فإذا أكو تعليقات و أنكدوت وشيء تكون أحسن. أي تفضل. شكرا على هالنوستالجيا اللي خلتنا الآن للماضي الطيب بشكل عام. سؤالي هل هناك تاريخ مضبوط متى بدأ المقام العراقي؟ وهل له علاقة باللغة التركية؟ بالإيش؟ اللغة التركية؟ هذا السؤال يعني الجواب على ذلك على بداية المقام طبعا أستاذنا أسقيل يعرف به. ولكن قضية اللغة التركية طبعا لأنه شوف الثقافة العراقية الشعبية في أيام الأولى يعني الإليت أيضا ما كانت يعني كانت نص عربية والنص الثاني ما يسمى تركو إيرانيين يعني تركي وإيراني وآسيا الوسطى وشي كان يعني حركات كثيرة بين الاثنين. وطبعا اللغة التركية بقت مهمة كثير إلى أوائل القرن العشرين والأسلوب المقام وغناء وإنشاد الشعر هي أيضا شيء فارسي اللي كان بين عند الإيرانيين وعند الأتراك أيضا. فتختلف يعني عن طبعا المقام موجود في كل مكان بس مثل ما حسقيل علمنا أن المقام العراقي يعني في معنى خاص من المقام واللي هو إنشاد الشعر وإنشاد الشعر أيضا تقليد فارسي. شكرا جزيلا. أكو أسئلة ملاحظات أحد عنده إضافات؟ أي إضافات قصص قصص يكون أكيد أكو بس شوي أكيد أكيد خالد أكيد عنده القصص اللطيفة اللي أتذكرها. أبو الاسم أستاذ تركارو طريح. القصص اللطيفة اللي أتذكرها
تفضل على المعارك التصير وبالبارات كنا طلاب بالكلية، فنجي ليلة الجمعة نروح على الكبار بالميدان، وأحلى ما ممكن هذا أحلى ما تشوفه بهذا إنه فاضي مال الجيران من تلك مدقوقة بصمع والقطعة المكتوبة ممنوع قراءة المقام. أنا ذكر ترى أنا مو هالقد كبر الجماعة هنا، بس أنا ذكر أول ما تعينت مهندس بداية 63 بالبصرة، وكانت هناك فد هم يسموها يعني ماي خانة وهذا، ففد مرة رحنا لهناك وأنا شفت معلق على الحائط ممنوع الغناء بأمر مدير الشرطة. بالمناسبة ترى يعني حتى بالسبعينات أنا من مواليد وسكنة البتاوي، بالسبعينات كانت أول صف أول كلية وشباب أصدقاء بدأ يحتفلون، وأتذكر بار جاردينيا هيك شيء اسمه على أبو ناس جاردينيا، وهذه الملاحظة مسألة النفاضة بسمار ما وصلت لهالدرجة بذاك الوقت، بس أتذكر كل زين واحد من أصدقائنا سكير يعني يسكر الصور كان يحب ومدى يقدر، وبالمناسبة هو من يعني من عائلة جدا غنية، لكن طلع ورا ما قام من يعني راح للحمام شو هذا سوسب وطلع جماعة يمي قلت لهم شو قضيتها لعبوه يا معبدين هذا بسكران، قال لا هذا لازم باك فشي صدق تبين، بعدين طلعنا وراء وهي قلت مرايا من التوالي. وهي قلت 71 72 هناك تفضل المغنين اللي ذكرتهم الجوط الموسيقي مال عزيز علي. عزيز علي والجوق الموسيقي ماله اللي كانوا اكثرهم من اخصائيين بالمنولوجات. فارجو ان تعطينا فكره. لا لا الحق معك يعني مهم هوايه. عزيز علي يعني فذ يعني يونيك وحيد من بين يعني هو يالف المونولوجات ويغنيها، ويعني دائما فيها تعليق مهم عن الأحوال السياسية وفيها هزلية وتهكم، ويعني كان عظيم كان عظيم لازم نذكره طبعا. جدا هذا عزيز علي تنطبق على حتى الوضع الحالي. اي طبعا بس مختار ذاك الصوب غير تفضل. السفاره الايرانيه ما ادري وين صايره. احب ذاك الصوب. البروفيسور شكرا جزيلا على المحاضره اللطيفه هذه. الى اي مدى تتفق ان الغناء الفن الشعر ايضا بلور هوية عراقية، يعني ممكن نسميها national identity and something like that، خصوصا انه في المذكرات حضرتك انه معظم الستاف مثلا اللي يشتغل كاست اللي يشتغل بحفلة تجده من مختلف يعني ethnic groups او minorities او من يعني الاطياف، خلينا نقول المصطلح الأطياف العراقية اللغة. تعتقد أنه تتفق معي أنه بلور هوية في مجال الثقافة مثلا، يعني أي شعور وطني ممكن يكون يعني إلى أي مدى extend to your degree or physical degree. إيه طبعا يعني تحب يعني بين البلاد العربية الفن الموسيقي بالعراق مثل ما حسقيل حكى وايضا نعرف عنه انه كان وحيد، ما يعني طبعا في اشياء مشتركه بين الموسيقى العربيه او اللي والاثار
من الفن الموسيقي العثماني مثلا. بس الفن الموسيقي العثماني صار في مصر شيء وفي العراق شيء آخر. يعني وبقت أيضا يعني كثير أشياء اللي كانت تميز الأغنية العراقية وأنواع الغناء العراقي اللي كان ما كان موجود بغير مكان يختلف عن المصري، لا علاقة مع السوري جوز وأيضا مع الفارسي والتركي. بل عفوا إذا مسز كذلك أجيب لك مثل، قبل سنتين أو ثلاثة صار احتفاء بصالح الكويتي بجامعة سوس، احتفال جدا كبير وكان نهار كامل. العراقيين هناك الموجودين حقيقة من كل أديان وأطياف، يعني أي عراقي تلقيه هناك ما تقدر تعرف هذا مسلم مسيحي يهودي صبي، الكل دقة ورقصة وغنوا على نفس الأغاني. فأكيد هي الأغنية هنا كانت فتهوية جمعة الكل، ولا تزال هذا أحكي قبل سنتين ثلاثة يعني. تفضل. تأكيدا لكلامك، أنا خالي كان إذا تعرفون أكبر مطرب مقام كردي اسمه علي مردان. علي مردان. تشرفنا. ما أتصور أكوني أنا بحافظتها. يعني الكمبيوتر مالي لحد الأكل نتخازلة. وستذكرت فتشي إخواني طب ما عندي أي مال، عندي كلكم أخوتي وأنا عراقية وبين أخوتي. كان علي دبو عندها ستذكرت أغنية وسكران بالك عنا بالك عنا نوز العرق مو بالجنة تجرب يتلولع والليلة هذا فنة سكران. بعد يجينا شرطي وكل ما على إجنه ما حمامي أو شيء، يعني ما أذكر مع الأسف. أي شيء أنا بالخدمة حتى لو ما عجب بعد ملاحظات أسئلة مداخلات. شكرا جزيلا للمعلومات الجميلة جدا وأغنيتنا بيها حقيقة. سؤال دائما ببالي إنه الأخوة العراقيين اليهود هم يعني نقدر نقول أسسوا للفن العراقي الغنائي بالتحديد. ومعروف يعني مثل ما تفضلت حضرتك يعني أغلب المطربين ذاك الوقت بالعشرينات الثلاثينات أو حتى فيما بعد هما من الطائفة اليهودية. شو تفسيرك لهذا الموضوع؟ يعني هل هي الحرية الاجتماعية أو لا علاقة هي؟ لأنه يعني ضرب الموسيقى ضرب الآلات الموسيقية كان محرم ومكروه عند كثير من المسلمين ما عدا الطبل ويجوز الهوائية يعني wind instrument. بس بصورة عامة الموسيقى كإنشاد أو الموسيقى كقراءة تكون طبعا محترمة عند المسلمين، بس الموسيقى ك entertainment يعني والآلات الموسيقية كانت يعني مشبوهة. فبصورة عامة ما بس بالعراق بس أيضا في المغرب وفي حتى في مصر يعني اليهود والبعض الأحيان المسيحيين برزوا في الفنون الموسيقية لأنه يعني كانت مشبوهة عند المسلمين أولا، وبعدين بعد ذلك صارت tradition يعني صارت استمرت فبرعوا بها. يعني هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله. بس يعني هذا أيضا في المغرب، في المغرب وتونس موجود. تسمح لي بروفيسور سامي؟ بس أكمل إضافة على سؤال أخوتي.
إذا تجربين تستمعين إلى بعض الموشحات الدينية اليهودية حتى اللي بالعبري تلقين بها أصول أغاني ومقام عراقي نعرفه إحنا. إيه تمام. فالأصول لها علاقة بالإنشاد الديني، فعندهم مقدس يعني أو محترم. فتلقين هواية من الأناشيد العبرية الدينية تلقين منها موسيقى ولحن ألحان عراقية متعارفة، بس ما كنا نسامعين بها ولا ندري بها. وحتى إنشاد التوراه يعني، حتى إنشاد الحزام في حزام بالضبط في 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 يعني في الصلاة يكون أيضا على طراز المقام، مثل الأذان أيضا على حسب ما قرأت أنا أنه السلطان العثماني وقت 1850 عمل إصلاحات، من ضمنها يعني أنه حقق حقوق الذمة في ذاك الوقت، وأيضا منع الغناء ومنع الموسيقى. أي صحة لهذا الخبر؟ أو يعني سمعت طبعا سمعت ذلك، ولكن يعني بمعرفتي بال السلطان اللي كان في ذاك الوقت يعني عبد المجيد، سواء كان عبد المجيد عبد المجيد عبد الحميد غير شيء، عبد المجيد كان هو فنان نفسه، كان يعني يرسم وكان يعني ليبرالي، وما ممكن يعني ما الحقوق اللي اعطاها الاقليات ما كانت حقوق ذمه، كان حقوق مواطنه. يعني صار هذه الخطي هميون اللي صار في 1860 أو شيء من القبيل، اللي أعطى حقوق مواطنة لكل سكان الإمبراطورية العثمانية، يعني بدون تمييز بين الأديان. وأكيد يعني be out of character أنه يلغي، بينما هو نفسه كان فنان وكان طبعا يعني محب للموسيقى، ما أتصور هذا اللي صار. عندي فتعقيب بسيط وسؤال، يعني المقام العراقي مثل ما ذكرت جذوره ترجع الى عهد بعيد جدا من العهد العباسي، ولماذا اليهود اشتغلوا له؟ اليهود العراقيين من الاف السنين هم استوطنوا العراق، وهذا الشيء يعني استوطنوا من الف سنين، فاريد التاكيد على ان المقام العراقي جذوره ترجع الى العصر العباسي. وهناك تشارك في المقامات اللي موجودة في دول الجوار مثل إيران وتركيا ومصر، لكن تبقى المقامات اللي موجودة داخل العراق هي أوسع وأكثر من باقي المقامات المختلفة. شكرا جزيلا. والله هذه ما أدري بها، لأنه في ذلك أن الـ طبعا في الزمن العباسي تقدمت نظريات الموسيقى واللي اقتبست من الإغريق وتطورت عند مثل شو اسمه فكان يعني كتابات عنها كيف كانت الموسيقى نفسها، يعني طبعا ما ادري اذا ممكن نعرف شلون كانت الموسيقى، بس يعني النظريه الموسيقيه طلعت ذاك الوقت، يعني عندك لك حق بذلك. ولكن عجبا يعني الفن الموسيقي والإنجازات الموسيقية كيف كانت ذاك الوقت، ما أدري وما أدري إذا ممكن نعرف. بس حتى أكون تعليق على أضعف الإجابة، يعني بأيام العباسيين كان موسيقيين ممتازين، الفارابي وإسحاق المنصري عند الفارابي يكون كتاب كلش فخر عن الموسيقى، وهنا ردت أحكي عن المقام شوي. عفوا المقام الحقيقة الموسيقى بالعراق هي نوعين، نوع هو موسيقى مثل الموسيقى المصرية كليا،
ماكو فرق بين الموسيقى المصرية والموسيقى العراقية والسورية والألبانية اللبنانية، لكن المقامات العراقية هي موسيقى عراقية واحدة. بالمؤتمر من 32 هذا الشرقي البغدادي اللي راح طبعا بشفته وصالح شمال الرئيسيين، كان يعني صار أعظم الوفود اللي اشتركت بالمؤتمر مع 32 كانوا الوفد العراقي، وسجلوا لهم 30 أسطوانة ذاك الوقت، وكان شيء عجيب. وأنا أتذكر صالح شمويل في إحدى الحفلات وأنا كنت أقعد يمه حجة أنه فاروق ذاك الوقت طلع على المسرح وخلى جفيه على السنطور مال يوسف بيتو وحتى يعزف يوسف بيتو ما يهمه إذا أكو جفيه أو ما أكو جفيه. فذاك الوقت تعجبه. على كل حال وفد العراق مال الشرقي البغدادي كان أحسن الوفود في كل البلاد العربية ذاك الوقت. المقام الحفلات المقام بالعراق ما كان يصير فيها راقصات أو مغنيات أو شيء من القبيل، كان الشرقي وحده. الشرقي يعني مؤلف من 4 أشخاص، واحد سنطور وواحد كمان جوزة، كمان جوزة يسموها لأنه مصنوعة من جوزة القشر مال جوزة الهن. كانوا يعتقدون أنه اللبن يزيل السكر، لأنه كانوا من الصباحية يروحون للشغل، فيعتقدون أنه إذا يأكلون لبن يروح السكر مالهم. على كل حال الحفلة مال المقامات هي تختلف عن كل الحفلات، وما كان بها راقصات ولا مغنيات. لما البستة يغني البستة الجمهور اللي قاعدين هم يصبون ويرقصون على وزن البستة، أما أثناء قراءة المقام فكان الصوت الصمت، لأن كل الناس كانوا يتمتعون بالمقامات نفسها. فأثناء قراءة المقام ما تسمع ضجة أبدا من كل المجتمعين. الأخوان أشاروا إلى الممنوعية، ممنوع الغناء في البار. أنا داخل بار في لوحة كانت ممنوع الغناء بأمر وزارة الشؤون الاجتماعية، ممنوع البصاق بأمر مدير صحة العاصمة، ممنوع حمل السلاح بأمر الحاكم العسكري. وبعدين ليش يا ترى هالمنع للغناء؟ هاي ما لها علاقة بالدين، لكن اللي يحصل بالبارات يسكرون وكل من يريد يغني، وهذا يريد يغني شيء وهذاك يريد يغني شيء، وبعدين يتعاركون ويشتغل ضرب البوكسات بيناتهم. هذا ما يريدهم يغنون لنفس الحركة بالبارات. وبعدين بالنسبة للمقام، الشيء اللي لا يذكر، الناس دائما ما يذكروه، هو الأخ كلوان أشار أنه ماكو راقصات، ماكو نساء بالمقامات بالتشالغي. والشيء السائد في التشالغي هي الهوموسيكسواليتي، والأغاني الإنسان من يسمعها كلها غزل بولد.
يغيرون حسن. يوسف عمر كان يعني انا عندي مجموعه منه كلها غلمانيه اغانيه، ومعروف عنه يوسف عمر كان هوموسيكسوال جاي. وابراهيم الزبيدي روى لي هذه الحكايه، يقول فاليوم تعرفت بوحده من بنات الهوى. بس هاي بغداد المشكله الابديه، الانسان يتعرف بوحده وين ياخذها؟ فيقول يوسف عمر اعزب، فرحت علي قلت له يوسف أنا عندي فض صيدة وما أعرف وين أخذها. فرجاني تدايني غرفتك أخذها هناك. قال له تكرم على العلم الراس، طلع المفاتيح. قال له هاي المفاتيح. قال له وين أشوف إياه؟ قال له ما أشوفك يا هذه بنية. قال له بنية جيب المفاتيح. أنا حالف يمين ما تنام على قريوتي بالليل. وهو عنده يعني أغاني واضحة بيها. إي لا أكثر الأغاني يعني واحدة منها اللي أتذكر يقول يغازل بها الولد يقول مقبوع اقعد راحة خد خوخة وخد تفاحة ويسترسل. لا يبدي هذه الفسة قومي من يمي قومي لا تهق وشق هدومي اللي يحكي ويا مرة وبعدين يقول حبيبي الأسمراني يا أخي. بروفيسور شكرا على المعلومات القيمة دائما. أكو في النقطة حبيت أذكرها بخصوص الموسيقى ولو هي حديثة تقريباً بعمري، وهي الكلاسيكال جيتار ودخوله يعني ظاهرة الهام المرفعي واستخدام الكلاسيكال جيتار والمقامات وغيرها، اللي كثير من الجيل الأكبر الموجود هنا يعتبرها نوع من الباث ميوزك، يعني تشويه للموسيقى المقام أنه تقدم على طريقة الجيتار. بس هي خدمتنا إحنا كصغار أنه عادة يعني ريانتروديوس للمقام العراقي. فمن النقطة اللي ردت وصلها أنه منو اللي أول واحد عزف كلاسيكال جيتار أو دخل الكلاسيكال جيتار إلى علاقات الموسيقى في كلاسيكال جيتار. As far as I know that the first one who ever played a classical guitar openly in let's say artistic circles etc. was Jawad Salim. جواد سليم علم الكلاسيكال جيتار من شخص جزائري اسمه ميسيو جميل، اللي هو بعدين قام يدرس في معهد الفنون الجميلة. It's very interesting to know أنه جواد سليم لما دزوه بعثة إلى لندن يدرس في الستيت سكول، he took the classical guitar practice really seriously and he was part of the classical guitar group at the state school. To a degree that he used to babysit Julian Bream, the famous British classical guitarist, and he used to interview Andre Segovia and you know big names. بحيث تمكن جواد سليم يعني إنه يقدم في عزف الجيتار. لما رجع للعراق في بداية مقطع الخمسينات صار جزء من الفرقة السيمفونية الوطنية يعزف الجيتار مع وصمم اللوجو لهم وغيره. وجواز والهام المدفعي تتأثر بجواز سليم لأنه كان صديق شقيق الأكبر قحطان المدفعي وعلى أساس تعلم الجيتار. وهسه اكو جنريشن كاملة بالعراق يعني من مطفية الكهرباء بس تعزف الجيتار. عظيم. طبعا يعني في هاي الآن وورلد ميوزك اللي فيها خليط يعني فيوجن من مختلف وبعضها بديعة. عمر بشير ابن منير بشير هسه كل الكونسرتس مالته اللي يسويها يقدم المقام العراقي بمصاحبة الجيتار الإسباني. واكو نظريات عديدة انه الجيتار الإسباني جاي من العود. ولكن يعني في مثلا فرقة في إسبانيا يسموها راديو في المنطقة في إسبانيا اللي للجنوب قريبة من المغرب كثير ما أذكر اسمها، وسموه هذه راديو طريفة واللي هم يعني يختصون بالفيوجن
بين العربي والإسباني. بيغنوا مثلاً موشحات مثل لما بدأ يتثنى، يغنوها في طراز إسباني في نفس الوقت. تسمح لي كذلك أجيب لك مثل على الأجيال الجديدة والشباب تأثرهم بالموسيقى القديمة بس بآلات حديثة. حفيد صالح الكويتي، هذا لا هو ولا أبوه مولود بالعراق، حفيده اليوم مطرب حفيد داود الكويتي، حاليا مطرب شاب ورجع إلى موسيقى جدة وده يقدمها بشكل حديث كموسيقى يعني شرقية وبيها تأثير الموسيقى العراقية. طبعا جدة كان فنان عراقي يسميها روك ميوزك واسمها روك ميوزك. إذا أحد يريد يدور على اليوتيوب اسمه دودو تاسا، لأن هو حفيد داود الكويتي يحاول أن يعيد استلهام أو قراءة ما كتبه الفارابي في ذلك الوقت في كتاب الموسيقى الكبير وإعادته إلى المقامات العراقية، وكانت عنده تجارب حقيقة رائعة جدا في العزف، يعني يحاول أن يحول الوصف الكلامي الذي كان يصف الفارابي فيه الموسيقى يحوله إلى النوت الموسيقية المعتادة الآن ويعزف على العود، وكانت تجارب رائعة جدا في هذا الإطار تثبت هذه الجذور حقيقة في هذا الإطار. سؤالي حقيقة إذا كان هناك هذا يعني هذا ما أسميه بالضبط الكثير من الفنون تربت في حضن الدين في الإنشاد الديني، فبراعة اليهود حقيقة في المقام العراقي تحديدا، وكذلك نجد الشيء ذاته الآن في كثير من القراءات القرآنية تعتمد على المقام في فن أسميه فن بلقة، هو فن التجويد الذي يقوم على حساب الأصوات بدقة وإعادتها. هل لذلك صلة بالتراث الديني القديم تحديدا؟ يعني هل هناك إعادة بعث لهذا التراث لما هناك امتداد في الديانة السماوية كلها، هناك امتداد حتى في الحكمة القديمة؟ لو عدنا إلى تاريخ المنطقة ذاته وإلى الفكر الفيثاغوري القديم الذي قام على الموسيقى وحساب الكون كله على في بشكل موسيقي، وظلت هذه السمات تتوارث في الأجيال ذاتها في حساب الأشياء بطريقة رياضية موسيقية رباعيات وثلاثيات وامتدادات لاحقا، هل لذلك أثر بصراحة في نمو هذا المقام وإيجاد جذر موحد لهذا المقام، جذر موسيقي واحد لاعتماد على هذا التراث العظيم السابق تراث الحكمة كما أشير إلى ما بين الرافلين وامتدادات الأخرى ووصولا إلى اليونان، وكذلك في الإنشاد الديني اليهودي الممتنع؟ أنا أجد تماما لما أسمع إنشاد ديني في الأندلس وإنشاد ديني معاصر اليهود إسبانيا المعاصرين أو المغرب، وتماما أسمع تماما المقام العراقي كما أسمع في العراق، يعني تماما هناك صلة كبيرة جدا. فهل هناك صلة لهذا الموضوع وهل هناك انعكاسات له كما قلت في فن التجويد وفي أيضا الإنشاد اللي تطور عن هذا الفن؟ ملاحظة أيضا صغيرة على قصيدة الجواهري، أيضا هذه القصيدة هي تنويع على قصيدة سابقة قالها الجواهري أيضا في جلسة في منها، وكانت المطربة أو المطرب بالأحرى مسعود العمارتلي يغني في تلك اللحظة، فحاول الجواهري أن يضحك مسعود أو مسعودة، يعني بيكون رجل يغني في مسرح وهو امرأة في الأصل، يعني فأصل القصيدة هذا، فقال عبدة ابنة الطربي ويا معسولة الشلبي، يعني ويا مقسومة النصفين مبتعد ومقترب ويا مهزوزة الخطوات مثل عارضات الأزياء لم تخطئ ولم تصل. هذا أصل القصيدة ولاحقا قال في مديعة، يعني فكانت في الأصل في مسؤولية الأمارة فيها. شكرا لك. يعني ماشي بتاع القصيدة الثانية في الديوان موجودة في ديوان الجواهري، ها موجودة في ديوان الكورة فيها، حاول أجيب لك أبحث يعني شيء اللي تفضل به مهم كثير، ولكن أنا ما عندي معرفة تاريخية أن أجاوب على هذه الأسئلة.
وإنما طبعا يعني الإنشاد والدين في كل الأديان يعني متصل. وكثير من الفنون الموسيقية الأوروبية مرتبطة بالكنائس وبالمراسيم والشيء، وهذه أيضا يعني في كل أنحاء العالم ما عدا السلفيين والوهابيين يعني. سامعنا، عندي سؤال. أنا أعتقد معظم ما في الشرق الأوسط، معظم ما في الشرق الأوسط من مظاهر الحياة بما فيها حتى الأكل يعود للبيزنطيين. فهل أنت أنت خبير بالأكل؟ فهل بالغناء والموسيقى أيضا نجد آثار الموسيقى البيزنطية؟ والله يعني شيء يقول عن هذه عن الحقول الثقافية بصورة عامة من ضمنها الموسيقى والأكل، أنه الإمبراطوريات، كل إمبراطورية اللي سيطرت على شعوب مختلفة وثقافات مختلفة سوت سينثيسيس. فالسينثيسيس العثماني اللي هو أهم السينثيسيس بالنسبة لنا، ترونجود سينثيسيس بالعربي، فالشيء اللي السينثيسيس اللي صار العثماني كان مهم كثير بالنسبة لنا، والعوامل اللي تدخل بذاك السينثيسيس البيزنطينية والفارسية مهمة كثير، وطبعا العربية أيضا، ومنها أيضا بعض الأشياء التركية، لأنه يعني الأتراك كانوا يعني عشائر واستقروا في المناطق البيزنطية وتبنوا الثقافات البيزنطية، وفي نفس الوقت الفارسية والعربية كانت موجودة أيضا، فتشوفها في لغتهم. وكانوا طبعا كانوا يسمون نفسهم روم، روم إيه، وإحنا حنا كنا نسميهم روم، إيه يعني حتى بالحج يتكلمون عن الحاج الرومي يعني تركي. يعني بقوا، وطبعا أول الفاتح محمد الثاني سمى ألقاب كثيرة طبعا، ينو بانيشا وخان وما أدري إيش، وأيضا قيصر الروم. فيعني كان consciously أنه يتبنون الأشياء البيزنطية. بس طبعا الأشياء تتطور، ما تبقى على ما هي، بيصير synthesis والsynthesis يتطور أيضا. فيعني أكو مثلا مرات أسمع تراتيل كلاسيكية تركية اللي تشبه أغاني التراتيل المسيحية اللي واحد يسمعها يعني. فا إيه أكيد يعني في تأثرات، ولكن طبعا تتطور، ما شيء ما يبقى على ما هو، كل شيء يتطور. من يتذكر أكو أغنية تبدي أردشتر الجسر من الروم، مذكور يعني بالذات يذكر أشتري من الروم وأخذ عبر بوسات ما أخذ فلوس. هذا كلام لا تضمن الجسرين من دولة الروم، من دولة الروم، لا مو الروم، الروس، 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 صحيح الروس جابوا جابها، الروس جابوا من بغداد، صحيح هو هذا يغنوها. لا تضمن الجسرين من دولة الروس، تاخذ عبر بوسات ما لازم فلوس. ما لازم جلال الدين الرومي أعظم شاعر تركي، اي هو يسمى الرومي لأنه ليج المنطقة كانت تسمى ببلاد الروم، هو يعني من ذاك صار رومي. هو كان سلجوقي يعني من والسلجوق الدولة السلجوقية في تركيا كانت تسمى السلجوق الروم. شكرا بكسر على هذا التقديم الجميل. لعلي أنا من جيل ولد في الستينات وعشنا في السبعينات والثمانينات والتسعينات في العراق، تم تغيير ثقافي كبير للبث الغناء العراقي، وما استلمناه من معلومات هي غير حقيقية ومخطئة، لم يكن فقط تهميش سياسيا ثقافيا معرفيا، بل تمتد حتى على الغناء. عندما وصلنا إلى أوروبا وبدأت أقرأ وأتابع كل الأدبيات والإنتاج الفني، كان واضحا جدا أن تأسيس المدرسة الفنية العراقية، المدرسة
انشئنا يهوديه بامتياز ومسيحيه بشكل او باخر، اضافه الى التواجد العراقي لاسباب الفت الذكر يعني. ولاحقا ايضا هناك العامل الكردي الفيلي الذي غيب، الذي هو رضا علي وعزيز علي، هؤلاء ايضا المرحله اللاحقه انشئنا يعني، خصوصا بعد للاسف الشديد بعد خروج اليهود او تم تسفيرهم في الخمسينات، هم الذين اخذوا المدرسه الفن العراقي. الغناء الذي كنا نشاهده في التلفزيون العراقي نصفه تقريبا يطلع لنا تايتل بالتقديم تراث قديم فولكلور قديم، في حين انه اللي واضعين مع رفع اسمائهم اما يهود عراقيين او اما اكراد فيلين وتم تغييبهم اجتماعيا. يعني ارى هناك حاجه كبيره خصوصا للجيل الموجود في العراق، ونحن ان نعيد قراءه يعني هذا التاريخ، نسمي الاشياء بالمسميات، كان يكون اعاده تسجيل كل هذا العطاء الفني باسمائهم وتعريفهم باسمائهم من جديد، واعاده انتاج قراءه معرفيه باسطوانات كامله بكل هذا التراث الفني باسلوب حداثوي حديث يعني، مع الحفاظ على ذلك التراث. شكرا جزيلا. سماه شكر كان فيلي ايضا. بروفيسور مساء الخير، كذا جمهور معك اذا تذكر. عفوا ما تسمع زين. كيف الصحة؟ سلام عليك. الأخ ذكر بأنه ليش ما تسمى الأسماء بمسمياتها؟ يعني رضا علي و كذا. أعتقد ما أدري do you agree with me or not، قبل كنا أكثر وطنية يعني انتمائنا أكثر بالعراق. قال بأنه ليش يغيبوا؟ هل تعتقد أنه فعلا يغيبوا لكونهم مثلا من community different from Muslim، من غير مسلمين لذلك يغيبوا؟ مثلا اليهودي والفيلي، هل كان intentionally يعني عن عمد؟ أو لأن كنا أكثر وطنيين في ذلك الفترة، فكنا إحنا وطني، كنا عراقيين، لذلك ما نضع. كيف تشرحها يعني؟ هل أنت تتفق مع حضرتك أو لا؟ والله يعني يقول أنه الهوية الطائفية والهوية الوطنية مستبدة، تتغير بالمجالات. فمثلا يجوز هسه في يهود عراقيين في اسرائيل اللي هم يعني سياسيين صهاينه او شيء، وفي نفس الوقت في المجال الفني وفي مجال الفولكلور يعتبرون نفسهم عراقيين ويفتخرون بعراقيتهم، وهذا يعني هذا كان اكستريم كيس. وطبعا في كل المجالات يعني الهويه، قضيه الهويه ما ثابته، الهويه يعني سيتويشنال، تعتمد في اي مجال بدنا نحكي عن الهويه. ولذلك يعني في ناس طائفيين اللي يحتفلون بالفولكلور العراقي والفنون العراقيه، وفي نفس الوقت هم طائفيين. يعني انا هسه يلا دريت من الاخ بانه رضا علي من الطائفه، انا كنت اعرف عراقي وليست صار. هل كانت عن عمد؟ أي طبعا الدولة هي متقصدة. لا كانت عبارتي واضحة، تم التغييب لأسباب سياسية واضحة في السبعينات والثمانينات والتسعينات، تم تغييب اليهود تغييبا متعمدا، تم تغييب الأكراد الفيلية لتسجيلهم خارج البلاد. تمام لا بكون هذه يعني ندوة عن الفن، فأخذنا هذا الجانب. لا هي فترة معينة، فترة مثلا صالح الكويتي طلع بالخمسينات، فأي شيء لصالح الكويتي لحنه صار فولكلور، هو صح فولكلور، لكن ما يصير يغيبون الشيء الآخر. إذا ممكن تنتبهوا له، أكو جهل وتجهيل أيضا صار يعني. صحيح يعني أكو يعني اكيد هو في سبب سياسي مقصود، بس اكو تجهيل يعني في كثير من المطربين او الاغاني
قديمة سواء كانت عربية أو كردية أو يعني من اللي غناها بغض النظر عن هذا، بس أكو جهل، ماكو معرفة، لأن مؤسساتنا الدولة سواء الإعلامية أو الثقافية عاجزة عن توصيل أي شيء للمواطن العراقي للمستمع للمشاهد. أكو جهل يعني ما بين كلامك الآن كان كتاب أحد المتكلمين الباحثيين كتب كتاب عن المدارس اليهودية والإيرانية بالعراق، البراك فاضل البراك اللي هو طبعا أما كلها بعدين بس ولكن يعني المهم من هذا الكتاب أنه هذه يعني الفئات المتدخلة في العراق كأنه يعني جبهة عن العراق وأنه طابور خامس داخل العراق. يعني هذا كان البعثي يعني الأيديولوجي القومي البعثي كان مهم أنه ينكرون الهويات الأخرى مكونة لل... نعم تفضل. موضوع التهميش والتجهيل هذا لا زال يطبق في الوقت الحاضر، يعني يتعرف جيدا أنه كان عندنا حفلة في المركز الثقافي العراقي عن صالح الكويتي وقدم تقرير إلى الصحائف عن هذه الحفلة واسمي إجا بالنص على أساس أني أرأسها. جريدة الصباح حسبت اسمي من كل شيء كأنه أنا مثل فيها أبدا، بينما الصباح الجديد اللي حسام كتبت فيه ذكرت هذا نفس التقرير تقريبا نفس التقرير نأتى أربع مرات اسمي شابته هناك مشمول كله كأنه مجهول، وهذا كان مقصود لأن الصباح تنتمي إلى شبكة الإعلام العراقي يعني حكومية، يعني تصور إلى هسه لا زال كان ممكن. شكرا. فاضل يشرفنا في مؤسسة الحوار الإنساني هذه المجموعة الطيبة من الضيوف والسيدات والسادة، شكرا جزيلا لحضوركم. بس أحب أنوه أنه هذه الأمسية راح تكون الأمسية الأخيرة لهذا الموسم لأعياد كريسمس ورأس السنة راح تتوقف نشاطات المؤسسة. نفتح في 28 جانيوري ستكون أول أمسية في الموسم القادم. جانيوري 28 جانيوري راح تكون أول أمسية بالموسم القادم، ويعني جزء من سعادتنا أن يكون ختامها مسك، أن تشرفنا بوجود بروفيسور سامي زبيدة للمرة الثانية في مؤسسة الحوار الإنساني أنه يكون ضيفنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا. رجاءً لحظة بس لحظة. تفضل. تفضل. أنا مجرد أذكر أن محمد عبد الوهاب عندما أتى إلى بغداد سنة 1930 إذا كلام منسوب إلى القول بأن الموسيقى العربية كلها تدور حول القاهرة إلا الموسيقى العراقية لها جذورها المختلفة من إيران وشرق آسيا، وبالمساء ودونا إلى حفلة فيها غناء وطرب انبهجت بشكل فظيع أنه كانت أنت في البحر. هل
تأثير الأسر الإيراني قوي بحيث أنه ما يغنى في بغداد له آثار في إيران وفي شرق آسيا، بحيث أنه في طاشقند النعم والغناء كأنك أنت في بغداد، بينما المسافة بين بغداد وطاشقند جدا كبيرة. هذا كلها بسبب الانتقال الحضاري للعراق وتأثر بتعاقب الحضارات في آسيا اللي هي موجودة في أي بلد عربي. ولذلك مثلا مع أستاذ حسين القزمان، هو الأستاذ الكبير، بس أنا ما يعني معرفة أنه المقام العراقي متنوع إلى درجة أن هناك 57 مقام، بينما الموسيقى المقامات اللي تستعمل في مصر محدودة. لذلك نشوف بأنه أسماء المقامات هي مو عربية، يقال دوغال سيغال تهورغال كلها هذه فارسية فلذلك أنا أعتقد أن ثروة النغمية في العراق هي أعلى من البلدان العربية الأخرى، وسببها هو الانتقال الحضاري. ولليهود العراقيين الفضل أيضا في هذا النقل، بحيث أنه السماع الحقيقيين للمقام العراقي في بغداد أكثرهم يهود. البنشي عندما ذهب إلى القاهرة كل العازفين معاه يهود، وكانوا هما حتى بهم قراء يوسف حريش وغيره. فلذلك يعني الحقيقة إحنا دلش في أرض شتات، إحنا كعراقيين ما عايشين في العراق، إحنا ديسبورا. ولكن أنا أعتقد إنه الالتصاق الحضاري الحقيقي هو في العراق القديم، وأن الورثة أو الناقلين للحضارة أكثرهم أكثر باليهود من العرب. وهذا معروف إنه في بغداد كانوا السماع الحقيقيين لقدرتشي هم يهود، نوادي اليهود في بغداد. طبعا الوضع السياسي تغير بحيث أن العراق خسر اليهود بسبب وجود إسرائيل، ولكن أنا في نظري ومن تجربتي الخاصة أن اليهود العراقيين هم أكثر التصاقا بالتراث الإيراني الآسيوي في شرق آسيا. فلما أنا انبهجت لما أسمع في طاشقند أغاني وكأنك أنت في بغداد، هذا يعني أن الانتقال الحضاري في بغداد وصل إلى العراق، لم يصل إلى بلدان عربية أخرى. شكرا. مجلة أكاديمية فرنسية عن لو موند توركو إيرانيان، العالم التركي الإيراني، والعراق هو من ضمن لو موند توركو إيرانيان. ولذلك نقول إن أنا مقام دوغا بنجيغا في إيغاد وذا، هذه كلها كلمات فارسية وليس عربية. شالغي كلمة يعني إيرانية أو فارسية؟ شالغي لا، شالغي تركية، كلمة شالغي بالتركي معناها آلة موسيقية. يسمونه شالكة. شالكة. لا شالكة أغنية. شالكة معناها أغنية، بس شالغي معناها آلة موسيقية. شكرا لحضوركم، شكرا للبروفيسور سامي. الأمسية ممتعة جدا، صحيح؟ شكرا لك. رجاء إذا أحد ما مسجل اسمه ويانا، رجاء أكو كارتات هناك، أكو كارتات هناك، دزونا وبنتم على القائمة. هي منك ولا منك؟ شكرا جزيلا، وتصبحون على عراق.